كان هدفنا وراء تنظيم مؤتمرات جهوية لشركات الناشئة هو تقرب أكثر من حاملي المشاريع في كل ربوع وطننا الحبيب، وكذا بحث ديناميكية حقيقية في المنطقة بإشراك أكبر عدد من الفاعلين. وقد تجلت مجهودات الحكومة لدعم الشركات الناشئة بداية بإنشاء إطار تنظيمي خاص بالشركات الناشئة، صندوق استثماري يضمن لها التمويل السلس لمشاريعها المبتكرة، وتحفيزات ضريبية معتبرة على غرار ما جاء به قانون المالية لسنة 2021، وكذا إطلاق أول مسرع للشركة الناشئة والذي سوف يطلق فروع له في كل أنحاء الوطن. كل هذا بهدف واحد وهو دعم النظام البيئي للابتكار في الجزائر.